وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا اللي انضموا لنا بالساعة الأخيرة من برنامج يوم جديد وفقرة المطبخ مع الشيف علا. ويسعد صباحك شيف علا. صباح الخير لنا، صباح الخير لهبة وشهد، يعطيكم ألف عافية، وصباح الخير لجميع مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء والأفاضل من خلف شاشات التلفزيون الأردني وحتى من خلف مواقع التواصل الاجتماعي. مكملين معاكم أنا وياكم كالعادة بالجزء الأخير من برنامجنا الصباحي، برنامج يوم جديد، وبالساعة الأخيرة الساعة المطبخية اللي لعيونكم إحنا موجودين فيها. رح نعمل أنا وياكم اليوم تحلاية المركز الأول اللي حصلنا عليه مبارح لنا، فأنا ما بحب أحل كنافة، بحب أول إشي بالدسم عشان لاحقا نسوي إن شاء الله بقلاوة في حلقات قادمة. أنت كريمة شيف علا وإحنا بنستاهل. والله بتستاهل، بتستاهل كل خير. فرح نعمل أنا وياكم بهالمناسبة العظيمة، ومبروك النجاح لشاشة التلفزيون الأردني اللي هي تاج على روسنا جميعا طبعا بفضل ورعاية الإدارة كبار وصغار. فرح نعمل أنا وياكم اليوم كتف الخروف المحشي بحشوة الأرز، بالإضافة إلى سلطة الجرجير مع التمر، سلطة جديدة بس كتير طيبة وكتير صارت ترند على الساحة المطبخية في المطاعم الفايف ستار. ناخذ مقادير وصفتنا لليوم لتحضير كتف الخروف بحشوة الأرز الخاص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. لتحضير كتف الخروف البلدي أو الروماني، تقرأ لنا الوصفة لنا؟ تقرأ لنا الوصفة؟ يلا هلأ وصفة الكتف خروف البلدي أو روماني. نصف كيلو لحمة مفرومة خشنة، نعم، واثنين معلقة كبيرة سمنة بلدية أو عادية، نعم، نصف كوب لبن رايب، ملح، فلفل هيل، بهارات مشكلة، كركم، ومكسرات للتقديم. لتحضير الحشوة، لتحضير الحشوة معنا كيلو أرز مفلفل، ملح، فلفل هيل، بهار مشكل، كركم، زنجبيل، وكبشة قرنفل. بأسلوب رنان قرأت لنا الوصفة لنا، يعني بتقولكم يلا على الساحة أنا وياكم. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. مبدئيا أنا جايبة كتف خروف، واللي بيفهم باللحم أكيد كلكم على سلامتكم بيعرف أنه هذا خروف بلدي من لون اللحم. الخروف عندي رمسي رضيع لا يتجاوز وزنه 11 كيلو ونص. الكتف هي من الجزء اللي هون من الخروف، بمد لحتى أنا بدي إياه للحشي، بمد مع الرقبة، بيسحب معاه نص الرقبة. طبعا زي ما أنتم شايفين هون أنا حزيت اللي هو المفصل لحتى تتني معاي الرقبة، لأنه الرقبة على حرارة النار بتنحرق. لهيك كتير ناس اللي بتسوي لحم بالفرن عادة بتكون الرقبة معهم يا محروقة يا لونها أسود لأنها أخذت نار كتير، فأنا ضربتها هون بالسكين، بالإضافة إلى الموزة أو اللي هي هيها شايفين ضربتها من هون بالسكين مع العظمة على المفصل لحتى كمان ألفها مع الكتف. هلأ هذا الحكي ما في داعي إله أنت تسويه، اللحام بجهز لك إياها هيك، بنمسكها وعلى المفصل زي ما بعمل بالجاج وباللحم بضرب بتفصل معي، تمام؟ هلأ زي ما أنتوا شايفين هون حكينا هي بمنطقة اللي هي بتمد مع الرقبة، وهاي هي الريش. طبعا بدنا نغسلها بمي وبملح، بدنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كمشة ملح كبيرة ومي. ليش بغسلها؟ رح تصير المي لونها أحمر، بنزل كل الدم والشوائب اللي فيها. أحلى إشي مي وملح، وبعدين بتحطيها بصفاية. أنا بصراحة يعني الله يخلي الوالد العزيز عنده كلاب لحمة، فعلقتها مبارح اللي قبل واللي بعد، علقنا كتفين وزي ما أنتوا شايفين ها ناشفة ما فيها ولا إشي. إذا ضروري إنها تتشفى، اغسليها قبل بليل بمي وبملح، حطيها بالصفاية ونسيها بالثلاجة، بتصحي بتلاقيها ناشفة بهالطريقة. هلأ من وين أنا فتحتها لحتى أحشيها؟ من منطقة اللي هي الريش. ها حألف لك إياها، هاي الريش من هون، ريش صدر الخروف. بعدين أنا بمسكها زي هيك، كيف بحزها؟ بجيب السكين الكبير وبروح مضيه، وبتكون أموري تمام، وبرأس السكين طبعا بده يكون، فهذا الحكي بيعمله اللحام ولكن وجب التنويه عليه. اللحام بجهز لك إياها، بمسكها وببلش أحز، بفصل اللحم عن اللي هو الريش. بوز السكينة بده يمسك الريشة معاي أحزها، يعني أنا زي اللي بدي أشفي اللحمة، تمام؟ وببلش أفوت وأنا أضغط هيك لحتى السكين يمشي مع إيدي عشان أفتح مكان للحشو. هلأ بزبط نحشيها رز، بزبط أحشيها فريكة، فريكة الفريكة صح. شتوية، كنت بدي أعمل فريكة بس شتوية، قلت خليني على الرز. ممكن تحشيها ورق عنب أو ورق دوالي لحاله بدون كوسة ولا إشي، تصفطيه تصفيط يا ويلي. الله يا شيف علا، نعم كتير زاكي كتير. فأنا اليوم رح أعملها برز زي ما أنتوا شايفين. بداية رح أجيب سكين مش
اللي هو مش مسنن، سكين ناعم، وبعدين بدي أعمل فيها هاي الثقوب. هاي الثقوب بتخلي اللحمة تستوي على الستيم. هلأ رح نحكي كيف رح نستويها. كتير لانا ستات بيقولها جوزها بدي عندي بكرة صحابي بدي أجيب لك تعملي كتف تصفر. بتصفرن مش بتصفن، بتصفرن مبدئياً. فالموضوع والله يا جماعة الخير والسلام أمانة، الموضوع أسهل من طبخة مجدرة إذا بدك الصح صراحة. فيش مجال لإشي يخرب معك، بس امشي صح زي ما حكينا. حط إن شاء الله تحط الرز المفلفل وبالفرن أبداً. وصنا. رز مفلفل وشوية لحمة مفرومة خشنة مش ناعمة طبعاً، تبلش تصير معك منتفة جوا الحشوة، وزي ما أنت شايفة أمور سهلة، شوية بهار وبحشيها وبخيطها وعلى الفرن. طب السر وين جفالة؟ أسهل من طبخة مجدرة. السر وين؟ السر بصراحة نوع اللحم المستخدم. صحيح. عمر الخروف يعني وزنه، الخروف الصغير مش زي الكبير، البلدي مش زي العجل، مش زي الروماني، مش زي دبي، مش زي المستورد، مش زي الطازة، مش زي المجمد، كل هاي الأمور بتلعب دور. بسم الله الرحمن الرحيم، رح نبلش نعمل خلطة البهارات ونكمل معنا، نشوف معنا مين معنا من الناس الطيبة. أول إشي سعد صباحهم كلهم المشاركين معنا على اللايف. انشراح بتقول الغالية التي لا تشبه أحد، موفقة حبيبتي أينما كنت، شف علا يسعد قلبهم بوجودهم نورين. سعدها انشراح صديقة البرنامج. معانا لورا الكسواني بتقول يسعد صباحك فتحتي نفسي، ودارين عبد الهادي بتقول والله شهيتونا من الصبح. أبو عباد بقول يسعد صباحكم وصباح جميع متابعي فقرة المطبخ، ومبروك المركز الأول للشيف علا المبدعة. والله ألف مبروك يا شيف علا. الله يخليك يا أمر. أم نعيم بتصبح علينا بتقول يسعد صباحكم حلوية حلوين. معانا روان حسوان بتقول متابعتكم من البحرين وبتصبح علينا يسعد صباحها. أبو عبادة بيقول يسعد صباحكم وصباح جميع متابعي فقرة المطبخ. منى الجريني بتقول يسعد صباحك شيف علا ولانا منورين وبتستاهل كل خير شيف علا. الله يسعدهم. طيب أنا لانا هون هذا الموضوع رح نطبخ ستيم على البخار بعيدا عن استخدام أي مادة دهنية. أنا حطيت شوي من الزيت النبات يعني على إيدي بس لحتى يمسك البهار على اللحم ما يوقع، تمام؟ بس ولا سمنة ولا غيره. مخرجنا الكريم إحسان التيم في رمضان أجرى اتصال معي بعد الحلقة وقال لي أنا بدي أعمل كتف شو أسوي؟ لا والله ما حرقها طلعت بتجنن. سكر علينا إحسان. بعتلك الصور. طبعا كانت هي التوصيات بأنك ما تحط ولا إشي. لا كيف ده تستوي يا بنت الناس؟ وحدي الله شو بتحكي؟ قلت لها بس رد علي. يعني دهنه دهنتها منها فيها. رح نعملها احنا تقريبا ستيم اوكي اللي هي على البخار. هلا بتشوفوا كيف. نعم. وبعيدا عن استخدام اي ماده دهنيه واستوت وضلت جوسي وما انحرقت. هلا اذا حطينا لانا، انا هلا حطيت سمنه وفرني درجة حرارته عالية، ايش بده يصير؟ طبعا رح تنشف اللحم، بدها من برا تتحمر ومن جوا مش مستوية بالزبط. ولما انا احط الكتف ثلاث ساعات سلامتك انحرق، فهاي هي السبب. هلا انا حطيت ملح وفلفل اسود هيل للتعطير. نعم. وبهار مشكل شوي، ما بدي العب في نكهة اللحمة، عندي خروف بلدي ليته سابقته بكفي وزيادة، ما بدي اغير في نكهة اللحمة. بعدين اذا بتلاحظي صار لونها على صفار، ليش؟ لاني حطيت كركم. الكركم يا جماعة لما بدي احمرها بخليها تضل معي لونها ذهبي. الله هذا سر ثاني. الكركم هو اللي بخليها تضل لونها ذهبي. فيما لو ما بدك تحطيه قبل، ممكن احنا ناخذ هاي النقطه اللي هي مع اللبن والسمنه، هلا بنحكي عنها لاحقا وقت الفرن. معك لانا نشوف مين عم. يلا خلينا نشوف مين بيصبح علينا. معنا ابراهيم سحيمات بيقول صباح الفول يسعد صباحك. ام عبود الصلاحات بيقول يسعد صباحكم. معنا عدنان الحمصي بيقول منورين ما شاء الله عليكم. ابو حمدان بيقول خليكم على المجدره والمجدره. يا سيدي كله نعمة وفضل، الله يديمها نعمة. صحيتنا من الصبح على البروتين واللحمة. مسامحينك. خبزة ناشفة احنا راضيين فيها، المهم الصحة وهداه البال اكيد. معانا كمان نادية مزايدة بتقول يسعد صباحكم لانا القمر. يسعد صباحك. هيفاء ربعي بتقول ما شاء الله شف علا على الاكلات الملكية. ابراهيم مساعدة بيقول يسعد صباحكم. ام يوسف بتقول روعة. احمد الاسمر اسعد الله صباحكم بكل خير. يسعد صباحكم جميعا المشاهدين الاعزاء. امورنا صارت جاهزه. هلا الرز المفلفل في رمضان اشتغلنا انا وياكم،
من باب المصداقية اشتغلنا أنا وياكم برز حبة طويلة وحبة قصيرة من براند معين. أنا هذا اللي بستخدمه، ما في عندي إشي أخبيه عنكم. فأنا هون خالطة بالكيلو حاطة كاستين حبة صغيرة وكاستين حبة طويلة بالرز وفلفلتهم مع بعض، ومع الفلفل طبعا بحط الملح والكركم. طب شو السبب شوفوا على بخلطك بين الحبة القصيرة والحبة الطويلة؟ هلأ صراحة المصري أنا بحسه شغل مناسف ومحاشي فقط، فبيكسر وبرضه كمان مش منطق أنا أحشي ضلعة خروف أو أحشي كتف خروف برز حبة طويلة لحاله. فأنا بحب يعني هيك أعمل مزج بينهم، وزي ما أنتوا شايفين لا حبة مكسرة ولا إشي ومستوي مفلفل. ها ديروا بالكم مفلفل، وأوعك تفكري إنه ممكن رح جوا يخبص ابدا، بس بطلع دسم 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 طبعا يوم الدسم مبين اصلا. اللحمه طبعا خشنه، ما تستخدميها ناعمه لانها رح تطلع معك زيها زي المنتفه، ديري بالك. موضوع سهل، لحمه رز بهار بالفرن. بس أسهل من هيك طبخه ما بنزيد عليه بهارات. الرز العادي اللي هو مي وملح، هلا بدنا نبهره للحشوه. هلا بدنا نبهره طبعا. هون انا زي ما احنا اتفقنا دائما على أدامها دهنتها اللي فيها، بقليها تطلع ميتها، أحط عليها شوية زيت، بدي أقليها بدون ما تأخذ لون. معنا اتصال يا شفعلا وأم سائر من عمان. يسعد صباحك أم سائر. بارك الله. كيف أصبحتي؟ بارك الله بارك يا أبنك. بدي أسألك شفعلا، أنا بدي تفضلي أم سائر. صباح الخير، علي صوتك عشان أسمعك. كيف حالك شفعلا؟ اهلا ستي، يا ريت تعلونا الصوت لو سمحتوا. بدي اسالك بالله عن السمك الفليه، بزبط صياديه؟ السمك الفليه ايش ماله؟ بزبط صياديه؟ بزبط صياديه طبعا. احنا عملناه برمضان على صياديه بقطع، وسويناه كمان على فليه. فشوفي مطبخ رمضان 2020، افتحي على يوتيوب وان شاء الله خاطرك بيكون طيب، سهله وطيبه بشكل لا يوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الرز تمام. راح احط له شويه بهارات اللي هي هلا ملح وكركم انا حاطه، شايفه لونه ما احلى وما اجمله. بدي اياكم تكونوا عارفين، مع الاحترام لجميع العاملين في هذا المجال، ما في مطعم تواصي او حتى بتروحي انت بتعزمي عليه عيلتك يا لانا بيعمل لك كتف على الطريقه الصحيحه. بسلق، بحط في طنجره كبيره بيسلق، بحط سمنه بحمر، بحط لك اياه على الطاوله. برمضان مش برمضان بعزايم ما حدا بيعمله بهاي الطريقه. الطريقه السليمه لما احكي كتف خروف، اذا محشي ومشوي بالفرن في اكبر مطاعم المملكه. سلق حتى انه يعني يختصر وقت وتكلفه، لانه هذا بيقعد 3 ساعات بالفرن. فعشان تكونوا عارفين، هم بيسلقوه سلق وبدهن عليه سمنه وبحطه بالفرن. معنا اتصال، يلا ياسمين من الصال. يقين يقين يسعد صباحك. ألا صباح الخير يقين، كيف حالك؟ ألا ألا يقين، إحنا سامعينك، يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا أهلا يا يقين، كيف حالك؟ الحمد لله. شو رأيك باليوم بطبخة الشيف علا؟ ما شاء الله حبيبتي. هي الشيف علا كيفك؟ معك يا يقين مدني. صباح الخير. صباح النور. نشيطة يقين على الصبح، شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف الماما يا يقين؟ سلمي لنا على الماما. تمام. أنا هون حطيت شوية زيت نباتي عم بقليها، بعدين نزلت شوية بهار، ملح، فلفل، هيل، وبهار مشكل، وشوية كركم حكينا عشان تضل اللحمة معاي إيش مالها لونها حلو. تمام. أنا هون لحمتي صارت ريدي، وبروح بحطها على جنب من الحشوة. تمام معك لانا. خلينا ناخذ شويه مشاركات. مشفعه معنا ابراهيم علان بيقول يسعد صباحكم بكل خير. نور علي بتقول يسعد صباحكم. ام سائر الاغوات بتقول يسعد صباحكم، وبحب اصبح على عمتي يسرى بالزرقاء، صباح الخير لعمتك. ايمان العزازمه بيقول صباح الخير. كفاح حسن بتقول صباح الخير كمان. ومعنا امن الخطيب صباح الفل وبساء ويسلم ايديك يا شفعه. الله يسعدهم. انا هلا الرز اذا ملاحظين عم ببهر الرز لحاله، عم بحسب حسابه لحاله. لحمتي جاهزه، ما بدها بهار، ملحها وكركمها فيها. اذا انا عم بحط فلفل اسود، شويه هيل، حطيت زنجبيل باودر، حطيت بهار مشكل. بتحبي تحطي جوز الطيب او كبشه قرنفل بصير. وبقول بسم الله وبحرك. هاي الحشوه نفسها بنعملها للضلعه
أو اللي هي الكتف. وكمان خلينا نقول إنه أنا بحشي فيها كمان الدجاج، ممكن للزغليل اللي هم الفري، كل أنواع الطيور، وحتى كمان اللحم. ممكن أنت تتبعي هاي الوصفة طبعا تباعا لذوق ست البيت، إيش بتحب تحط هي. ممكن تحط خضرة صح شفعلة؟ أنا كنت بصراحة بدي أحشيها خضرة، بس حسيت رح يقلبوا علي المتابعين، أنت جاي بيت الكتف وجاي تحشي خضار. ما بدنا اليوم أكل صحي. لا 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 ما بيزبط. نطلع من الأكلات الصحية رجاء. والله أنا بحب، بس كمان يعني هذا الأكل إحنا تربينا عليه وبنحب طبعاً. خليها الإزلام تأكل، خليها الأولاد تعيش، خليها البنات تدرس. والله إيش بس الإزلام، حتى الستات بحبوا هذا الأكل والله شفعلة. أنا بالنسبة لي هذا الأكل لا يعلى عليه طبعا. هلأ بدنا نحشي الكتف. يلا معنا اتصال من أم أشرف. يسعد صباحك يا أم أشرف. بسم الله. ألو صباح الخير أم أشرف. يسعد صباحكم، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. انت كيف حالك يا شيف علا؟ اهلا بام اشرف، صباح العسل. يسلم هاليدين يا شيف، والله ما عارفين شو بدنا نحكي لك، كانك داخل قلوبنا عارفه شو بدنا احنا. يا حبيبتي ان شاء الله يكون على ذوقكم، هو هذا المطلوب. ومبارك المركز الاول الاقليمي، يعني احنا انبسطنا انك بتستاهلي اكثر من هيك. بوجودكم حبيبتي القلب، انتم البركه، انتم سبب هالنجاح والله. بس شيف علا في ناس بحطوا سنون توم فيه، كويس ولا كيف؟ شو رايك؟ بغير نكهة اللحمة، أنا ما بحب، جربت بغير ريحة اللحمة. يا أخي حلو تشمي ريحة اللي هيك مفحفي حب البيت، بحس إنه بغير طعمة اللحمة. هلأ هاي ذوق شخصي، إذا بدك براس السكينة بتفتحي مكان وبتغزي أسنان التوم. يعني بحس إنه كتير بيطغى على الطعم. لا ذاك طعمة اللحمة الأصيلة هيك بتحسيها، يعني إلها نكهة مميزة. معانا انتصار حسين بتقول يسعد أوقاتكم يعطيكم العافية يا رب. ومعانا أم مهند تقول يسعد لي صباحكم. ومحمد تراري بقول مشان يتعلموا نسواننا. لا يا عمي والله هم البركة، أعوذ بالله حشاهم. لا هم مو مقصرين أبدا، بالعكس حشاهم. عم نشوف الستات عم بيقلدوا طبخاتك ست علا ما شاء الله عنهم. غير هيك يعني صرنا نتفوق إحنا، لشو رأيك؟ والله هم البركة، وهم اللي خرجوا أجيال، وهم اللي عملوا زلام، وهم اللي ربوا أجيال وسوونا، وإحنا تعلمنا بنفسهم. فيعني كل الاحترام لسيدات المنازل، الله يقويهم. خايفة والله تختبرينا بيوم وتجيبينا المذيعات وتقولينا يلا. رح أختبرك يوم السبت، جهزي حالك لنا، وحتى المعطلة رح أجيبك. هلأ لنا شوفي، أنا الرز عم بشيل وبحط، بشيل وبحط. أوعك تيجي تعملي هيك، لا بعزن. بيعجن طبعاً. ورح ينزل تتسقسق هيك مع اللية، ديري بالك. هيو خليه فلافي بكل راحة، وبعدين بروح بخيطها. ليش بخيطها؟ لأني لما أقلبها رح يهرهر الرز منها، فمنيح ضروري إني أخيطها. وحكينا برمضان كتير عن هذا الموضوع، اللي هي الإبرة المعكوفة من عند اللي بيبيعوا اللحف يا جماعة الخير. هي هاي المعكوفة عشان تمشي معاكي بهوى اللحم، معكوفة بتلف معاكي بهوى العظم واللحم. أوكي؟ حقها بجوز نص دينار. هيها شايفين معكوفة من عند اللي بيبيعوا اللحف، وبنخيط. بسم الله. هلأ هون في عندي الريشة الأولى، كيف بدها تفوت الإبرة في الريشة؟ بروح بين الريشة الأولى والتانية في لحم، باخذ منها وبطلع. تمام لانا؟ يلا معك. يلا خلينا ناخذ بعض المشاركات. ام ساره بتقول ما اجمل الصباح بشوفتكم. وعلا عصا بتقول مبروك المركز الاول، بتستاهلي كل خير. صفاء عثمان بتقول يعطيكم العافيه. وعلا بتقول صباح الخير، يعطيكم برضو كمان الف عافيه. يوسف ابراهيم بقول لك انت البركه. ام عمر بقول صباح الخير. في سؤال كان بس ما لحقت بعتذر يعني انه من الاسم. نعم. انه هل الرز بيكون مستوي 100%؟ نعم من فلفل. صح نعم. هلا لو حبته دائره شوي حيستوي جوا على الستيم، بس باقي الحشوة وين أروح فيها؟ ما أنا بدي أحطها حواليها، إذا لازم يكون مفلفل. لازم يكون مفلفل، صحيح. نجاة قاسم تقول الله يعطيكم العافية، اللبن وزيت الزيتون وبهارات مع معجون بندورة، وبحط الرز مع الحمص. هلأ شوفي معجون البندورة يا صديقتي العزيزة رح يخليها تاخذ لون أحمر وتتحمر بسرعة على حرارة الفرن. نعم. ولحمتك لسه ما استوت. إذا جاج حطينا عليه معجون طماطم بياخذ لون بسرعة ومش مستوي. طعم شوف على بتخيل طعمة اللحمة عنصر يعني ملكي ومن قيمتكم إن شاء الله، فحرام ما تضيعيها. هلأ اللي بيصير إنه إحنا بنستخدم لبن، هلأ بنحكي عنه بس تخلص لنا. طيب معانا كمان أم رمزي بتقول أحلى صباح لكم من الكرك ومنورين، يسعد صباحك يا أم رمزي. سيمان حد بيقول يسعد صباحكم يا أروع مبدعة والفنانة شيف علا، ما شاء الله عليكي ومنورة لنا. أم عمر بتقول يسعد لي هالصباح.
لا شوف علا، احنا بدنا نطلع فاصل صغير ونرجع مع مشاهدينا الاعزاء. فاصل ورجعنا. يوم ما أمك رمتني بإيدين عاصم بيك وأنا الدنيا مسودة بوجهي. والله عال يا سعد الزين، بدك تسوي لي حالك زعيم بهالقرية. هسا تلاقي عاصم بيك قايم الدنيا ومقعدها. لا عشت بهالبيت لحظة واحدة وحدا منكم عليه ضل. أرزاقنا وخيراتنا بحب عاصم بيك. انتي مش أم، ما عندك رحمة ولا شفقة على أولادك. ليش لهسع ما رجعت لبيتها؟ بدكوا تعرفوا كل واحد مخرج عن القانون هذا مصيره. الشوك انقلع، الشوك انقلع. أصحابك الجداد وصلوا. يلا يا أهل سمسم، لا لا أنا أهل سمسم، معكم نحكي قصتنا في قصتكم. يلا أهل سمسم، لا لا أنا أهل سمسم، أهل سمسم. مكملين اكيد معاكم مشاهدينا الاعزاء في بفقره المطبخ من برنامج يوم جديد. والشيف علا هلا حضرت الخطوه ما قبل الاخيره. شو كانت الخطوه يا شيف؟ انا بعد ما خيطته وخلصت بس لفيته باربع لخمس طبقات من القصدير يفضل لحتى يحبس درجه الحراره في داخل الكتف، تمام. وبعدين راح اروح اجيب الصينيه للفرن واحطها بفرن أول ساعة على أعلى درجة حرارة، وبعد الساعة الأولى بنزل درجة الحرارة لحرارة متوسطة عشان لحمتي ما تشد وتستوي براحتها. هلأ هون صارت اللي هي الريش فوق،
اللحم تحت، إذا بدي أحط تحت عشان البخار يطلع فوق وتستوي من تحت. إذا اللي تحت بده درجة حرارة أعلى ومدة طهي أطول. رح أروح أحطه هون، وبعدين يفضل إنك تحطيه بإشي حيفه أعلى، الحيف أعلى، وبعدين رح أعبيه لنصه ماء مغلي، والفرن حامي رح يبلش يغلي يغلي، ورح يصير عملية ستيم، عملية بخار، ورح تستوي لحمتي شبيه بالسلق، بس أنا ما خسرت الدسم تبع اللحمة ونزل في مية السلق زي ما بصير في المطاعم. فإذا أنا بهاي الطريقة حافظت على الدسم تبع اللحم. هلأ أنا لحمتي استوت ساعتين ونص، استوت الساعة بعدها لما بدي أكمل للساعة الثالثة بجيب سمنة بلدية أو سمنة عادية اللي بدك إياه، ولبن رايب بتدهنيها من برا وتحت الشواية وبس. بس طب ما رح في على اي رف من الرفوف شف الرف الاوسط اعلى درجه حراره. نعم. بس السمنه واللبن للتاكيد لازم اضل اعيد عشان تديروا بالكم من هاي الخطوه، سمنه ولبن رايب بتخلطيهم مع بعض وبتدهنيها على الوجهين وبتحمريها فقط لا غير، ونقول الو. يلا معنا اتصال. ام حسن يسعد صباحك. صباحك مرحبا، كيف حالك؟ يا معك الشيف علا، تفضلي. مع الشيف علا والله. تفضلي حبيبتي، معك الشيف علا. ألو صباح الخير. مرحبا. هلا ستي، مليون مرحبا. كيف حالك؟ هلا حبيبتي، صرنا أحسن بسمع صوتك. والله إني حبيت برنامجك، يعني أنا زمان بدي أحكي معك بس الخط ما مسك معي. حبيبتي أنت البركة، من حسن حظنا إنه لقط الحمد لله. أنا معجب ببرنامجك كثير يعني. حبيبتي أنت البركة، الله يخليك يا رب. طمنيني عنك، إن شاء الله أمورك طيبة. الحمد لله الله يسلمك، أنت بخير وإحنا بخير. أنت بخير وإحنا بخير. إن شاء الله إن شاء الله. مدام أنت بخير. الله يسلمك الله يسلمك. حبيبة قلبي إحنا وأنت بخير إن شاء الله، طول ما أنتم بخير إحنا بخير. معنا كمان اتصال وأنوار، يسعد صباحك يا أنوار. يسعد صباحك. كيف حالك؟ الحمد لله. شو رأيك بطبخة الشيف علا لليوم؟ بتجنن. بتحب أنوار اللحمة؟ كلنا بنحب اللحمة. حبيبتي نورتيش يا شيخ. يسعد صباحك يا قمر. هلا هلا حبيبة قلبي، نورتينا. شكرا لك يا أنوار. يا أنوار، أنوار خجلانة، على كل حال الطبخة عزوق أنوار الحمد لله. هنحط حشوتنا اللي فلفلناها، وبعدين قبل التقديم بروح بسخنها تسخين زي ما بصير عند كل الناس، أو طازة زي ما بدك. تمام. وبعدين بروح بجيب كتف الخروف بحطه. خلصنا الطبق. الله مشخص. أسهل قاعد ومشخص. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهة يا شيف على الطبق اليوم. سالخ واموره طيبة. وبعدين هاي مش رح أخسر هدول الرزات، شايفين؟ أوكي. هذا اللي نازل هو سمنة وهو إيش؟ دسم اللحم. شو بروح بعمل فيه؟ بجيب الفرشاي تبعتي، ما بخسره، بحطه منه لحمتي بتلمع ومنه بزيد دسمها، وما بخسر نكهة الدسم والسمنة. شايفين أنا لأني لفيتها جوا القصدير ضلت لافة على هواء إيدي، ما بتنحرق. إذا ما لفتيها هيك وخبتيها جوا الكتف بتنحرق. معنا مشاركات. شيف علا وأم بلال بتقول ما شاء الله شيف علا مبدع، الله يعطيك ألف عافية. أم ثائر بتقول لك بحبك يا شيف علا، باي بالقلب يرضى عليهم. أم محمد القيسي بتقول مبارك شيف علا ومنها للأعلى. مفيدة بتقول ما شاء الله عليك يا شيف علا ويسعد صباحكم منورين. هلا بدنا نحط القلوبات وبدنا نحط شوية فزلكات، تعودوا علينا نحب نتفزلك. بنرتب صحن حلو زي اللي بتجيبيه من برا وأفضل. نظف صحننا يكون مرتب، يبيض وجهي قدام ضيوفي أهل بيتي عاملة وعاملة. خلي صحنك يكون حلو، خليه يطلع بأحسن صورة. تمام. بعدين بروح بجيب القصص الحلوة هاي، نلفه علي أشوف شكله. تمام. معك لانا. يلا خلينا ناخذ بعض المشاركات. وام بلال عبابني بتقول صباح الخير. ايمان العزازمه بتقول صباح الورد والياسمين. بيان المغربي بتصبح علينا، يسعد صباحك يا بيان. عاهد القطمين بقول صباح الخير. ام خليل بتقول بصبح عليكم من تركيا. ونانسي جوهر بتقول تسلم ايديكي حبيبتي شيف علا. وميس ثائر بتقول اشي بشهي.
وبهيمة غيمات بتقول بس أكلة صح. يسعد صباحكم جميعا. معنا اتصال ونسرين نصل. يسعد صباحك يا نسرين. صباح الخير. كيف حالك؟ الله يسعدك. كيف حالك أنت؟ تمام. جهزتي حالك للطبخة اليوم؟ والله بشهي. أنا جربت الكتف على الدوالي لما عملت الشيف له برمضان طلع بشهي. آه برافو عليكي. سلمي إيديك. مبدع. برافو عليك. بشهي وبدنا نعيدها إن شاء الله. انطلب مني يعني إعادة. الله يديم عليكم هدات البال وتضلك تعيدي وتزيدي وتزهقيهم من طبخك كمان. حبيبتي الله يسعدك. بنبارك لك شيف علا ألف مبروك ومن هلا الأعلى يا رب. يبارك بعمرك يا قمر بوجودكم ونفسكم معانا أكيد. لا غنى. الله يسعدك ويسلموا إيديك على الطبخة هاي الراقية اللي بتشهي. من قيمتكم يا قمر أقل واجب دلل. حبيبتي حبيبتي سلمونا على كاسي أمانها. يوصل يا قمر يوصل حبيبتي القلب. أهلا وسهلا. الله معك. هلا ستي هلا. طيب احنا هيك خلصنا كتف خروف. والله صدقا انا ما بجامل ولا ببالغ اسهل من طبخه مجدره. بهري واحشي وارمي بالفرن وسلامتك. تمام وهيك بيكون طبقنا خلص لليوم. ايديني يا شفاعه. ايديكي يا ام اللول. وجهز معانا طبقنا وامورنا طيبه. نشوف لانا معانا اذا حدا عم يسال حدا عم يحكي. معنا راما بتقولي سعد صباحك شوف علا وثائر شرباتي بيقولي سعد صباحكم صباح الشيف. قرابتنا علا نيروخ. مرام الجلودي بتقول الطبيخ فن وانت يا شف علا فنانة أم البركة. وبعدين مفيدة قوادر بتقول اللي بجرب وصفات شف علا المبدعة ما بندم. إن شاء الله بالهنا والعافية. وبعدين رح نروح نجيب سكينتنا ننظفها نقول لهم تفضلوا. احنا جاهزين نتفضل من هلأ شف علا. لا خليك نفسي حالك شوي. عيونكم. تمام هيك بكون خلص طبقنا الرئيسي لليوم. ورح نعمل أنا وياكم صحن سلطة خفيف لطيف كتير طيب قيمة غذائية عالية وقد يكون بعيد عن المألوف. رح نعمل أنا وياكم صحن سلطة. سلطة الركة هيك متعارف عليها في لبنان الشقيق. تحياتنا لأهلنا بلبنان. سلطة الركة بالتمر طعمها بصراحة بحير بين المالح والحلو وطعمها كتير بس مميز. شوف على أنا جربتها وقت الحضر السريع. نعم مقاديرنا عم تظهر على الشاشة لتحضير سلطة الجرجير والتمر. إحنا بحاجة إلى جرجير اللي هو الركة 3-4 باقات اللي بدك إياه. نص كوب من التمر منزوع النوى يفضل الأشقر الطري على الأسنان. نص كوب من جبنة الفيتا تشيز أو أي نوع مثلا بارميزان بصير حلوم اللي بدك إياه. نص كوب من البندورة الكرزية بدك بلدية تقطعيها مكعبات بصير. ربع كوب من جوز العين جمل أو البيكان الأمريكي. ربع كوب من الكرز المجفف كريمبري بالإضافة إلى الدريسنج اللي هو ربع كوب من زيت الزيتون وربع كوب من عصير الليمون ربع كوب من دبس الرمان ربع كوب من خل البلسمك بلسمك فينيجر وخل العنب واحد بصل جوليان برضو كمان راح نحطه واحد معلقة صغيرة من الملح واحد معلقة صغيرة من السمق. تمام. هلأ بس للتنويه في ناس كتير عندهم كبار بالسن في البيت فأسنانه ما بتتحمل الكرنبري المجفف أسنانه ما بتتحمل التمر المجفف فإيش بيروح؟ بيروحوا بحطوا مي فاترة شوي أو شبه مغلية شوي بس هيك حطة وقيمة بيروح بنقع الكرنبري وبنقع التمر. هلأ أنا بقول إذا كان عندك كبير بالسن ومضطر بس إذا ما عندك حدا كبير بالسن يفضل إنك تخلي التمر تمر والكرنبري كرنبري زي ما هو بالضبط لغايات اللي هي الطعم أزكى أولا أكثر حلاوة وكمان القيمة الغذائية اللي موجودة بالقشر برا ما بتنزل بالمي المغلية. لهيك إذا نقعتيهم رح خصوصا بالتمر كل القيمة الغذائية اللي فيه والفائدة رح تنزل في المي. بس إذا ما عندك كبير بالسن خليهم زي ما هم يفضل. ألو ألو ليانا صباح الخير. ليان ألو يا ليان صباح الورد. طب ألو ألف مبروك يا حبيبتي. أهلا وسهلا حبيبتي. أنا هاي الأكلات كثير أنا بحبها. وهي بتحبك وإحنا بنحبك كمان. وأنا كثير 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 بحبك حبيبتي القلب يسعدك يعطيكم العافية وكثير تاكل الأكل حبيبة قلبي. تبعك عم بجربها أنت بصبعنا أني في البداية ما عم بضبط كل شيء معي لأني لسه في البداية بس في وصفات عم تضبط معي بتطلع زاكية كثير. طيب
هلا عشان اللي بزبط واللي ما بزبط، خلينا احنا نكون ملتزمين مع الشيف علا بالمقادير. المقادير اللي بعطيك اياها والله مدروسه، بحسب لك اياها بالمعلقه وبحسب لك اياها بالكوب، وعم نبعد عن الجرام وعن المل لحتى اضل انا وياك اصحاب. فحاولي يا ليانا ادرسي الوصفه تمام والتزمي، بلاش نطلع وننزل شوي شوي، ايدك بتاخذ ان شاء الله تعالى. وبالهنا والعافيه يا قمر، الله يقويكي. طيب هلا انا هالبصلات الحلوين بدي اروح احط عليهم سماء معاكي لانا. انا بحب حركه البصل والسماء، شفافه مميزه طبعا. معانا ام عمر عم بتقول ممكن تعرضوا الارقام على الشاشه. تمام، ارقام الاتصال. أبو عدي بدنا الارقام على الهواء. دارين عبد الهادي بتقول كمان بدي احكي معكم، هلا الارقام رح تظهر على الشاشه. معانا وفاء عمر بتقول يسعدكم بالطله الحلوه وتريليون مبارك شيف علا، بتستاهلي كل خير. عامر الحسامي بيقول الله يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا عامر. ام كريم بتقول الله يعطيكي الف عافيه يا شيف علا. وهاله عطيات بتقول يسعد صباحكم، يسعد صباحكم جميعا، الله يسعد صباحهم. هلا انا عندي البصل رح يضل كرانشي كثير ورح يكون قوامه بعيد جدا عن قوام التمر والكرنبري، فأنا خطوة احترازية فركته مع السماء وعصير ليمون وزيت الزيتون، وصار عندي تمام وجوسي وأخذ النكهة المطلوبة للسلطة. بعدين رح أبلش ولا ما في داعي، في ناس بنقعوا شوية زيت زيتون وبصل. هيو أنا فركته فيه خلص بكفي. بعدين رح أحط جوز البيكان والمكسرات اختيارية، وسبق وذكرت للي عندها حدا كبير بالسن ما في داعي انك تحطي له، يعني المهم انه على ذوقهم يكون. اللي بيقدر واللي بيكون ما عنده شيء يتعارض بحط معاه هاي المكسرات. احيانا في ناس بتطحنها كمان شف على، بتكون شوي يعني بصير اسهل. او باودر ممكن احطه مع الدريسنج كثير بيطلع صح طيب وبيلبق كثير. تمام، بعدين معنا اتصال شف على ناخده. يلا يلا ام محمد يسعد صباحك. كيف حالك يا ام محمد؟ حبيبتي كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. معك الشيف علا تفضلي. الو صباح الخير يا ام محمد. صباح النور والورد والياسمين يا قلبي يا حبيبتي. اهلا يا امي، اهلا وسهلا، هلا بيكي. اهلا اهلا نورت. مبروك يا حبيبتي مبروك. الله يبارك بعمركم، الله يخليكي. هلا يا رسول مبارك، هيا سبع ثمان بركات، هيا مبارك محمد، هيا جبل عرفات. حبيبتي اسلم الله. والله لو احلف لك يمين باني انا حلمت، انا الحاسه السادسه هاي عندي فيها مشكله، انا حلمت بهذا الموقف وانا عارف انه هذا الشيء رح يصير اليوم على الشاشه. والله والله على ما اقوله شهيد. صح لسانك يا ام محمد، الله يعطيك الصحه وطوله العمر يا امي، احنا بنكبر فيكم والله يا حبيبه عمري. حبيبتي الله يبارك فيك. من وين عم تحكينا؟ من اربد. من اربد تطوير الحضري يا قلبي. احسن ناس يا شيخه، الله عليكم، انا درست باربد والله، من اطيب الناس بالبلد يا قلبي. تقول الله يسعدك ويعطيك الصحه. سلامنا لاهل اربد. اهلا اهل اربد، شخصيا جنبك شف علا فست لانا من اربد فجلست هي الحلقه متميزه. انتوا البركه والله يا ام اللول، الله يعطيكم الصحه. صدقا للامانه ابناء جميع محافظات المملكه الاردنيه الهاشميه، كل محافظه لهم نكهه خاصه. بتروح على الكرك بتحس بشيء معين، بتنزل على المفرق بتلاقي شيء غير، بتروح على الرمثه بتلاقي الكباب المهبل عم يستناك، يعني مش طبيعية. طبعا الاحترام لكل جميع أبناء محافظات المملكة. معنا كمان اتصال. معنا أم زاد من عمان. يسعد صباحك يا أم زاد. صباح الورد، كيفك؟ كيف حالك؟ تمام، كيفك أنت؟ تمام نشكر الله. شو رأيك بطبق اليوم للشيف علا؟ بجنن، كل شيء بتعمل الشيف علا بجنن. يا حبيبتي الله، صباح الخير. يسعد صباحك شيف علا، كيفك ست الكل؟ تمام، ألف مبروك نجاحك. يعني أنت دائما الله يبارك بعمرك، نجاحي ونجاحكم والله، بركة فيكم. الله يسعدك، أنت نورت الشاشة أصلاً، أنت تلفزيون الأردن منور بجودك كله. منورة بأصحابها يا حبيبتي، منورة فيكم والله، الله يخليكي. يعني الخروف يعني شو هاد؟ يعني أنت والله الواحد بطل يلحق عليك. شو هاد يا شيخ؟ عن جد زهقتونا، طبيخ طبيخ طبيخ، خلينا ناكل، بدنا نعيش. لا انت البركه ستي، بشيء اكبر من الثاني، يعني بطلنا نضحك عليك، سيبنا نبلش حتى نبلش. يا رب الله يعطيكم الصحه وطوله العمر، واشوفكم احسن الناس يا ام زاد. الله يخلي لك زاد وتشوفيه احسن منا يا رب، نورتينا. شكرا على اتصالك يا ام زاد ولكل مجتهد نصيب. طب انا شو بدي احسن من هيك؟ شو بدنا احسن من هيك يا لانا؟
بركتنا الله يخليهم. الحمد لله اللي بتعطينا طاقه ايجابيه الحمد والناس اللي بتتمنى لنا الخير الله يخلي لنا اياهم ويبارك بعمرهم فعلا يعني الحمد لله رب العالمين. الخير موجود والخير فينا ليوم الدين، وأبناء هالوطن يعني عودونا دائما على حسن الأخلاق والطيبة، فلما نقول نشمي ونشمية إحنا عارفين بأنه هالكلمة يعني قولا وفعلا. معنا اتصال جديد وصفاء من عمان. يسعد صباحك يا صفاء. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف يومك لهلأ؟ إن شاء الله كله خير. خير. شو رأيك باليوم بفقرة الشيف علا؟ لا بتجنن الحلقة. معك الشيف علا، تفضلي. ألو صباح الورد. صباح الخير، كيفك يا صفا؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ أنا مشتاقة لعيونك. أهلا وسهلا، صرنا أحسن بسمع صوتك. قولي لي يا صفا، شو رأيك بطبخة اليوم؟ بتجنن حبيبتي، إن شاء الله تكون على ذوقكم، جربوها وبالهنا والعافية. طب عشان تفريز الملوخية. تفريز الملوخية إن شاء الله، هذا الأسبوع إن شاء الله. حاضر، رح أعمل لك إياها لايف لحتى تضل معاكي خضرة، وأول ما تفكيها من التفريز خضرة، فلازم أنا أفرز جزء، لأن الحمد لله لهلأ ما فرزت. فلازم أفرز جزء عشان أورجيكم على أرض الواقع النتيجة. أبشري يا صفا. هلا طعم الأشياء فرش والله يا شف علا مختلف يعني، بس الواحد ما بيستغني، وخصوصا الملوخية، خصوصا بالشتاء يعني ما تقدري تستغني عنها طول السنة. اللي عنده أطفال واللي عنده عيلة واللي عنده ولد بيشتي، ما تقدريش تقولي له ما عندي، فلازم يعني هاي الخطوة لابد منها. معنا أم ينال بتقول صباح الورد، أنا بعمل هاي السلطة بحط معها فليفلة ألوان ومشمش مجفف كتير زاكي. يسلموا إيديك يا أحلى شف. بصير طبعا، بصير أكيد. طيب. هلا عطيات بتقولي عيني يا عيني لمعدل الشف علا، هم البركة من بعدهم. أم عبد الله أبو حلو بتقول أحلى وردتين على الشاشة، الله يسعدك عيونك الحلوين. ومعنا وسام بتقول يسلموا أبدعتي يا شف علا. أم يوسف أبو سليمان بتقول صباح الفل والياسمين. وميس خلايل بتقول تحياتي لكم، يعطيكم العافية مبدعة الشف علا. ومعنا اتصال من سيرين من عمان. شيري سيرين من عجلون. يسعد صباحك يا سيرين. صباحك، كيف حالك؟ تمام الله يسعدك يا رب. معك الشيف علا، تفضل. ألو صباح الورد. هلا يا صباح الورد، كيفك؟ أهلين بأهل عجلون، أهل الشجر والخضار، الله الله عليكم. أهلا فيك يا حبيبي، الله يسعدك. هلا يا ستي، قولي لي شو رأيك طبخات اليوم؟ بتشهي طبعا أكيد، إن شاء الله تكون على ذوقك. جربتي رقمك؟ قولي يا صفا. ممكن آخذ رقمك؟ تحت الهواء بيعطوك إياه. أهلا وسهلا فيك يا سيري. طيب أنا حطيت عصير ليمون، زيت زيتون، دبس الرمان. هلأ فيما لو حبيت تحطي دبس تمر بصير. الله. بس ما تحطي عصير ليمون، حطي عصير أورنج. ليه؟ لأنه أنا يعني فحصت درجة الحلاوة والطعم. دبس التمر كتير بالبقلو، عصير الأورنج جوز، عصير البرتقال. فيما لو حبيتي تعملي زي ما أنا عملت، أنا رح أدخل عليه خل البلسمك. خل البلسمك فيه نسبة عالية من الملوحة. دبس الرمان فيه نسبة عالية من الحلاوة. إذا أنا عم بعمل توازن مع حموضة الليمون، رح يطلع إشي خرافي مع السكر اللي موجود بالكرنبري والتمر، إشي كتير زاكي. بس ما رح أكتر لأنه كتير مالح. الفينيجر بلسمك معروف، أو خلي البلسمك كتير معروف عنه بأنه مالح. رح أخلي إيدي خفيفة عليه وأحرك، وبعدين رح أنزل عليهم شوية ملح. وسلامتك يا لانا. الله الله يا شف علا. نرجس أحمد علي بتقول مبدعة شف علا يعطيك العافية. وأم حمزة بركة بتقول صباح الخير. تغريد أبو دية بتقول صحتين وعافية. وهنا الحسين بتقول يسلم إيديكي المنظر بشحي. أم ناصر أبو حميد بتقول مبدعة شف علا. وسعاد قطاطة بتقول أبدعتي شف كعادتك. هم البركة أكيد. إذا بدنا نحط السلطة لانا لاحقا، بدنا ناكلها كمان ساعة، جاي ضيوفي كمان شوي، بخلي الدريسنج جانبي. نعم بالضبط، لأنه فيه كمان خلفة بتحسي إنه رح يوقع السوائل اللي بالخضار. نعم بالورقيات اللي هي الجرجير. ممكن تضيف الست ورق سبانخ، كتير 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 طيب. ممكن تحط خس آيسبرغ كمان تخلطي، برضو بيزبط. بما إنه إحنا هلأ رح نقول بسم الله عليه، فهلأ رح أحط الدريسنج لحتى كمان يشوفوا معاي لمعان الخليط على باقي المكونات. يعني إذا بتلاحظي أنا حاطة مالح وحلو، البندورة حامضة، الجبنة
مالحة، يعني في توازن نوعا ما، ما بكتر وبخلي على جانبي. اللي بحب زيادة بحب، مش مضطر ابني أو زوجي يأكل على هواي، أنا لا، بحط إشي منه بطريقة معتدلة والباقي بخليه جانبي، وهيك بيكون صحن السلطة عندنا كمان جهز لليوم وبيلبق مع طبقنا النهائي. خليني بس أنظف صحننا. الله يسلم عمرك. احنا هيك خلصنا فقرتنا لليوم، فقرة المطبخ الصباحية من برنامج يوم جديد. عملنا فيها انا وياكم كتف الخروف، او احنا بنحكي لها ضلعة عادة. عملناها محشية بالارز، يمكن تحشيها بالبرغل بورق الدوالي لحاله، بالاضافة كمان لانا ممكن نحشيها بالفريكة اللي بدك اياه ساوي. هالحشوة بتقدر تعتمديها لجميع انواع الطيور وحتى كمان للحوم. وسوينا سلطة الجرجير بالتمر بدريسنج كتير طيب وكتير لذيذ، أتمنى أنه ينال إعجابكم. يعني شف علا، أنا قبل ما نختم لازم نقرأ تعليق كتير عجبني من نرجس أحمد علي، بتقول أبدعتي شف علا، أولادي بيصحوني على مطبخك حتى يحضروا معي. يعني هدول الأولاد اللي بيشجعوا الأم. هدول الأولاد شاطرين الصراحة، هدول بحبوا بطنهم. طبعا. والأم مبدعة والشف علا كمان مخرب الدنيا. يعني بركة. إحنا بنشكرهم على حسن المتابعة، وفي أمان الله أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.